أسأل الله أن يسعدك سعادة تبكي من جمالها. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. صدق رسول الله. أسأل الله أن يبشرك بالجنة أنت ووالدينك ومن تحب. أسأل الله لك مفاجأة جميلة لا يسع قلبك تصديقها وتدمع عينك عند سماعها. أسأل الله أن يقدر لك الخير حيثما شئت ثم يرضيك ويفرحك به ويحببه إلى نفسك. أسأل الله أن يجعل حياتك أسعد وأهنأ وأجمل من كل توقعاتك. أسأل الله أن يكتب لك في أيامك القادمة فرحة تتغير بها مجرى حياتك. أسأل الله أن يسعدك ثم يسعدك ثم يسعدك سعادة حتى تبلغ منتهاها. أسأل الله أن يرزقك فهم النبيين وحفظ المرسلين. أسأل الله أن يرزقك النجاح في الحياة والعمل والدراسة. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء يا رب العالمين، ألا تبقي لنا هما ولا ضيقا ولا حزنا ولا دينا إلا فرجته وقضيته. وقل أيضا: اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الدنيا والحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا. اللهم بشرني بالخير، وبشرني بالخير، وبشرني بالخير عاجلا غير آجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.